إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم عرض جديد إن شاء الله، منزل للبيع عبارة عن دورين وأرضي وجنينة صغيرة، في 4 شقق وجنينة، منزل واخد ناصية، مساحته 270 متر، مباني 270 متر، جنينة صغيرة. المنزل ليه مدخلين، مدخل اهو ومدخل الناحية التانية، واخد ناصية، الشارع بتاعنا اهو قريب من الشارع الرئيسي جدا، ومنزل قديم شوية، كامل العدادات طبعا، في كهرباء ومية وغاز. هنخش من هنا المدخل ده، في مدخلين زي ما قلنا، الشقة الأرضي 4 غرف ورسبشن وحمام ومطبخ. هنا زي جنينة صغيرة موجودة، لفة البيت حرف L. المنزل سعر لقطة جدا، عندنا الجنينة اهي، لفة البيت، البيت حرف L واخد ناصية، وفي أكتر من ايه، من مدخل. يعني مثلا دخلنا من هنا اهو، دي الفرندا، الفرندا على جنينة كلها، ده الدور الأرضي كده، الدور الأرضي ده الريسبشن بتاعه، الريسبشن كله، وادي غرفة، ريسبشن وادي غرفة، وفي غرفتين هنا، في غرفتين جوه هنا، وادي المطبخ والحمام جوه، وده المدخل التاني. الشقة ليها مدخلين، وعداد الكهرباء برضو اهو، عدادات اهي، عدادات الكهرباء قديمة، وفي غاز ومية عمومي. ده المطبخ، وده الريسبشن زي ما قلنا، ودي غرفة. البيت 270 متر، دورين وأرضي، ودي غرفة 2. كل الغرف دي كلها في الشارع طبعا، على شارع يجمع الجنينة، وده المطبخ، الحمام، آسف، حمام كبير، ودي غرفة تانية، ودي غرفة تانية. هنا مفيش نور بس للأسف. يبقى كده الدور الأرضي 4 غرف ورسبشن وحمام ومطبخ وجنينة كبيرة. نطلع الدور اللي فوق، شقتين، ادي شقة اهي، الشقة دي فيها تشطيب يعني محتاجة شوية شغل، فيها شوية شغل هيتعملوا. ودي شقة اهي، دي شقة سوبر لوكس طبعا، الشقة دي 110 متر، المباني قلنا على 200 متر، والجنينة 70. طبعا كل المطلات دي على الجنينة، وده الريسبشن. وهنا هنخش على الغرفة التانية، غرف كبيرة، غرف كبيرة جدا هنا، وادي الفرندا على الشارع، والجنينة بتاعت البيت ده، دي حرم البيت بتاعنا تبع البيت. البيت واخد ناصية زي ما احنا شايفين. هذا الحمام، حمام كله سيراميك، وادي المطبخ، البيت كامل العدادات، البيت فيه 4 شقق دورين وأرضي، الأرضي شقة واحدة كبيرة 4 غرف، الشقة دي فيها شوية تشطيبات، الشقة دي فيها شوية تشطيبات والباب مقفول، محدش
احنا ان شاء الله يعني عند المعاينه نيجي نشوفها. الشقه دي الترا سوبر لوكس برضو، بس للاسف الباب مقفول. للاسف الباب بتاعها مقفول. وهنا دي شقه واقفه على السقف. دي شقة واقفة على السقف. البيت كله عندان زي ما احنا شايفين، والسقف فوق اهو، في سطح فوق طبعا. هنصور كل حاجة عشان كل حاجة تكون واضحة. دي شقة الترا سوبر لوكس الشقة دي، بس للأسف المفتاح مش موجود دلوقتي. وهنا في سلم اهو بيطلعك على السطح اللي فوق. يبقى يعتبر دي شقة تلات غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. ودي شقة برضو، ادي اتنين، ودي الشقة التالتة. التشطيب اللي فوق احسن من الشقة دي. الشقة اللي فوق اللي هي في الدور التاني تشطيبها افضل من الشقة دي كتير. دي ماسورة الغاز اهي. يبقى هنا شقتين وفوق شقة، يبقى تلاتة، والدور الارضي يبقى الرابعة. البيت ده سعره 1,300,000 جنيه. مكانه الموقع بتاع البيت في اسكندرية العجم ابو يوسف عند بنزينة السلام بحر السكة. ده الدور الارضي، اربع غرف. قلنا الدور الارضي لوحده اربع غرف، واخد مساحة البيت كله ما عدا الجنينة. 200 متر الدور الارضي. البيت مرخص طبعا. دي الجنينة اهي كلها. المحل ده تبعنا. عداد المية اهو برضو، عشان نبقى عارفين عداد المية. يبقى كده صورنا كل حاجة ما عدا الشقتين المقفولين. شقة فيها شغل، شقة تانية، شقة في شقة في الدور التاني اللي فيها شغل شوية، وشقة تانية مقفولة الترا سوبر لوكس. دي الجنينة اهي كلها اهي، والفرندات بتاعتها. وده باب، وده باب تاني للبيت.